بعد انتهاء إعارته لنادي هتاي سبورت يعود محمود كهربا مرة أخرى للنادي الأهلي بعد عدم رغبة النادي التركي تجديد إعارة كهربا أو إن هما يشتروا كهربا، لأن كان في شرط جزائي في عقد كهربا بنية البيع وإن هما كانوا يقدروا يدفعوا مبلغ ما وياخدوا خدمات كهربا، ولكن لم يحدث هذا ويرجع كهربا للنادي الأهلي. هنعرف موقف موسيماني من رجوع كهربا وهل هو عايزه في الفريق ولا لا، وإزاي كهربا هيسدد الغرامة الموقعة عليه اللي هي 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، وموقف الأهلي مع كهربا هل هيفضل مع النادي الأهلي أو هيطلع إعارة أو هيكون في صفقات تبادلية مع لعيبة أخرى داخل الدوري المصري. كل ده هتعرفوه في حلقة النهاردة، فما تنساش لايك واشتراك القناة وكمل معايا الآن. بعد انتهاء إعارة اللاعب محمود كهربا لنادي هتاي سبورت بيرجع تاني محمود كهربا للنادي الاهلي بعد ما استكمل اعارته في نادي هتاي سبورت التركي، وعدم اقتناع النادي التركي ان هم يجددوا الاعاره مع كهربا وان هو هيرجع رسميا للنادي الاهلي في الموسم القادم. الاهلي حاليا استقر ان كهربا خلاص هيرجع للنادي الاهلي وهيبتدي يتدرب مع الفريق حتى نهايه الموسم او نهايه الدوري، وكهربا يكون موجود مع الفريق. الاخبار بتطلع كتير ان موسيماني مش عايز كهربا في النادي الاهلي، وموسيماني بالفعل مش محتاج كهربا في الوقت الحالي مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز يساعد كهربا ان هو يكمل مع الفريق او ان هو يخرج اعاره، والنادي الاهلي بسبب القضيه المرفوعه عليه لصالح نادي الزمالك، وان نادي الزمالك كسب القضيه ب 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، وان لازم كهربا يدفعهم في اقرب وقت ممكن. الاهلي بيبحث ان كهربا يخرج اعاره لاحد الانديه في مصر او خارج مصر، والنادي الاهلي مشكور مع كهربا مش هياخد ولا جنيه من قيمه الاعاره ليساعد كهربا ان هو يسدد الغرامه لنادي الزمالك. وموسيماني مش مقتنع باداء كهربا تماما ومش عايزه في الفريق في الموسم القادم، والنادي الاهلي بيبحث على افضل شيء للاعب كهربا ان هو يدخله في صفقه تبادل او اي شيء، ولكن صعب يخش في صفقه تبادل لان اللاعب عايز مبالغ ماليه معينه ان هو يقدر يسدد الدين اللي موجود او الغرامه الموقعه عليه لصالح نادي الزمالك. فالنادي الاهلي بيدور له على عرض اعاره او بيع كمان ان هو يسدد قيمه الغرامه لنادي الزمالك. والنادي الاهلي في بعض من المسؤولين النادي الاهلي مصرين على استكمال كهربا وانه شايفينه افضل بكثير من اللاعب لويس ميكيسوني اللي جايبه موسيماني ومعتمد عليه، وهو اتصاب في الاونه الاخيره مع النادي الاهلي وخروجه من الموسم ده تماما ان هو مش هيكمل الموسم مع النادي الاهلي بسبب الاصابه وهيقعد في البيت اكتر من 3 شهور. والنادي الاهلي مجموعه كبيره بداخله وبداخل لجنه الكوره بتؤكد ان كهربا لاعب كويس جدا، ولكن محتاج الفرصه ياخدها ويلعب ويتالق مع النادي الاهلي زي ما كان بيلعب في نادي الزمالك ونادي اتحاد جده. طول فترات كهربا كان في نادي الاتحاد جده، وان مسؤول الاهلي عارفين ان كهربا لعيب ذو قيمه عاليه في الملعب ولاعب محب للنادي الاهلي، وعشان كده النادي الاهلي مش هيسيبه في اي حال من الاحوال، وان هو لو طلع اعاره النادي الاهلي مشكور مش هياخد ولا جنيه من كهربا. زي ما قلنا ان النادي الاهلي مش هيسيب كهربا خالص، وانها بيفكر له ان هو يطلع اعاره في الموسم القادم او ان هو يستكمل مشواره مع النادي الاهلي حال رغبه موسيماني في استكمال مشوار كهربا في الموسم القادم مع النادي الاهلي. وكلا الاحوال النادي الاهلي مش هيسيب كهربا عشان يسدد الغرامه الموقعه عليه من الفيفا لصالح نادي الزمالك اللي هي 2 مليون دولار. وبكده كل ما يخص اللاعب كهربا وعودته مره اخرى من الاحتراف في الدوري التركي ويرجع تاني للنادي الاهلي بعد موسم لم يكن الافضل لكهربا في تركيا، لانه ما خدش فرص كتيره مع فريقه في تركيا وما لعبش اساسي كتير، ولكن رجع تاني للنادي الاهلي. وهنشوف في الفتره القادمه هل فعلا كهربا هيكمل مع النادي الاهلي ولا هيخرج اعاره لاحد الانديه في مصر او خارج مصر. والاهلي بيدور له ان هو يخرج اعاره، افضل شيء لكهربا ان هو يخرج اعاره عشان يقدر يسدد القيمه الماليه الكبيره اللي عليه لصالح نادي الزمالك. كل ده هنشوفه في الايام القليله القادمه. لايك واشتراك القناه.